اهلا وسهلا، وصلنا لفقره ركن الفنون، ودايما بنحرص في ركن الفنون ان نجيب ضيف مميز عنده مجموعه من الابداعات. ضيف اليوم هو خلينا نقول متعدد المواهب، زول بيغني بيكتب سيناريو، عنده محاوله اخراج، بيصور بيمثل، صراحة ملتي إبداع كده. معانا إحنا سعيدين به جدا جدا، وبالتأكيد هو عنده موهبة وقادر إنه في كل قالب يتخطى به يؤدي الدور تماما كما مطلوب منه. الأستاذ عامر إبراهيم، أهلا بك وسعيدين بك في ركن الفنون. أهلا وسهلا بك، وأنا سعيد جدا إنه الليلة أكون ضيف عندكم، إن شاء الله أكون ضيف خفيف كده زي ما بقول. أهلا بك، إحنا سعيدين بنوعية الأنشطة اللي أنت بتقدمها في التنوع والتميز. خليك معانا نشوف حاجة بسيطة ونرجع لك. يلا. نسيت يا عامر، يعني عامر انت عايز كنت وين؟ يوم كامل ما بتتصل علي ولا بتتكلم معي، مالك؟ يا ستي يا ستي، انت عارفه مع المشغوليات، وبعدين تعالي هنا، احنا قدامنا كتير، يا ما حنتونس ويا ما حنتكلم، والله لا انت شمين يا عامر. انت هسه مش لميت نص النهار؟ ذات الناس أمي ذا اللي ببالغوا، ليه يقول اللي عايزين مهر قدر ده؟ ما عليك يا ستي، أنا عشانك ممكن أعمل أي حاجة. غايته أنا ما أعرف، السيرة دي مش قربة تتم، السيرة دي تمت بيجاي، تمام؟ القرش تمت تمت، ما تمت يا عامر طوالي نعرس رجالة بس. هذولك غريب. واسمعيني هنا دقيقة. أنا دار أشوف مستقبل أولادي. اسمعيني. من السعر، كلام ده واضح. البنات بسميهم انا. سمي ساي، اصلا الاولاد علي انا. وايش طبعا اولادي هيكونوا شايلين حته من لونك وحته من لوني ومن عيونك ومن حواجبي. احنا لازم نقوم نمشي بعد ده، لانه انت عارفه انا برنامج شغلي كيف، هنا وهناك وهنا اي فعلا انت مشغلك كثير يا عم. شكلك ما سمعتي الموضوع، على شنو شايفك ما يبكي لي سيره؟ هذا شنو عملت؟ جلال ما جمنا الامارات وقال اي وقال دايرك. دايرني؟ اي قال دايرك، وما عارف علاقتي مع الاسمراني ولا شنو؟ ويعرف لشنو اصلا انت طاير لك في راسك ده ولا شنو؟ بعدين اسمراني شنو؟ عفن شنو انت يا زلمه، ما عندك موضوع على طاير لك في راسك ده. اسمراني ده سكه وعطش، انت بتضيع في زمن معه، ما اكثر على فكره. علاقتك معه عباره عن مضيعه بتاع الزمن يا هنا. تحية للممثلات اللي ظهروا في الفيديو. عامر تحية لك من جديد، ممكن تشرح لي المقطع ده ولو انه واضح يعني؟ طيب اوكي، لكن لانها فكرتك وانت اللي كاتب السيناريو. طيب اوكي، الفكرة كلها انه عامر انسان بسيط عايش في البلد، ظروفه صعبة شويتين، وحب له واحدة وهي حبته، قرروا انه يتزوجوا. طبعا اي علاقة المفروض تنتهي بالزواج. ظروف شغله يعني كده على قدره. أهل البيت فرضوا عليه مهر كبير جدا، يعني يمكن أكبر منه. فبحاول أبو البيت أداه مهلة بتاعت سنتين، عدى سنة وهو لسه يعني حتى نص المهر ما عمل، خليك من باقي الحاجات. ظهر واحد مغترب جاي من الإمارات جاهز وعمره زاطة، قدم على البيت. هي كانت رافضة الفكرة، لكن عندها صاحبتها حاولت تقنعها بالموضوع واقنعتها فعلا. وابوها طبعا الاباء دائما يعني بركزوا على اسعاد اولادهم اكثر حاجه، الماديه ولا النفسيه؟ وللاسف يعني احنا شايفين السعاده ماده يعني. فاخذ قراره وقال للبنت حتتزوج. البنت تزوجت، البنت ما قدرت تلقى نفسها مع الزوج. المهم حصلت مشاكل زي ما بقولوا، ما قادرين يتأقلموا. يعني في النهاية فيها قصة الوفاء، والبقر بيرسخ للبقاء للأقوى، البقى البيل العريس الجاهز غير ما يكون في أي تفاصيل. بس اسم الله عليك. السلام. بس الحاجة الظريفة إنه عامر ده في النهاية مشوا واجه اللي هو الشلاب، أقولها لك الشلاب. فنصحوا انه يا اخي سوق مرتك ده وسافر بقى، طالما هي قاعده قريب هنا بتحس بيه وانا بحس بها، بتحس قريبه منه كده. المهم نصح تمام. طيب ده عامر اللي في الفيديو، عامر اللي في البلد زول البسيط. انا داير اعرف عامر ابراهيم اللي هسه قاعد معي في استوديو 24 جراد.
عامر إبراهيم اللي قاعد معك في 24. طيب عامر صراحة زي ما ظهر في الفيديو زول بسيط مكادح شغال رزق اليوم باليوم، وأنا الليلة جايك من هنا خلصت من شغل وجيت مشروع؟ يعني الليلة أنا جايك هنا خلصت من شغلي من شغلك؟ أيوة أنا بحييك والله يعني حاجة كويسة. عامر عنده مشروع كبير عايز يحققه، طبعا زي ما بقولوا ما عارف حقدر ولا لا، لكن أنا مصمم إنه على الأقل يكون عندي إيد أو رجل في تغيير السينما السودانية صراحة، دي الفكرة بتاعتي. وسي حاليا عندي سلسلة بتاعت أفلام بحاول أنفذها. صراحة أنا بشتغل يوم تصوير ويوم في السوق عشان ألقط مصاريف أطلع بعد تصوير. بس الحمد لله الحمد لله. وأنا بحييك الإصرار والعزيمة. عموما الشغل ما عيب طالما أنت بتاكل لقمة نظيفة وحلال بيدك وعلى جبينك، الواحد بيقول الحمد لله. طيب الحمد لله. عندك أكثر من موهبة زي ما أنا ذكرت في بداية التعريف، أنت بتغني بتمثل بتكتب سيناريو، عندك محاولة إخراج وبتصور. طيب من بين المواهب دي كلها عامر بيلقى نفسه في يد واحدة أقرب؟ عامر بيلقى نفسه مغني. مغني؟ وسألتك تحت الهوى الدندنج قلت لي لا. طيب قلت لك لا. ليه 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 بتلقى نفسك في الغناء اكثر؟ بينك وبين نفسك ولا ممكن تكون الحياه دي اللي قدام مع جمهور؟ لا ده مشروع بالمناسبه انا اخذته صراحه، والمشروع انا زي ما قلت لك كبير. عامر بيحاول يبقى رقم واحد في الوطن العربي وافريقيا ان شاء الله. كمغني كممثل، لكن صراحه يعني في الطب الغناء بكتب حاجاتي بنفسي. يعني أنا للآن ما يمكن ما غنيت لزول، عندي تقريبا حوالي 11 أغنية. دي كلها أغاني خاصة؟ كلها أعمال خاصة. طب ليه يعني ما تسمعنا جزء منها ونكون إحنا يعني سعيدين بأنه إحنا أول زول يطلع عامر على الهواء كمغني كده؟ ليه ما جبت لنا أغاني؟ وليه رافض تغني في الاستوديو؟ طيب ما مشكلة خلاص نسمع حاجة بسيطة. طيب أقرب واحدة عندي أخيراً بيت حلال. أنت واحدة زي الفل، ولما بنادي لكي اسمك ست الكل. حورية انتي اهداني لها رب السماء، فرض علي ازقيك حن مليون سنة. اخيرا بيت حلال، شكرا ربي، انت حبي انت عشقي انت تاج الراس، بيكي فرحي ليكي كل من بين الناس، اخترتك انت سندي ام عيالي خلاص. اخيرا بيت حلال، شكرا ربي، افرح كثيره لسه جايه في الطريق، حتبقي أم وابقى لكي أقرب صديق. أخيرا بيت حلال، شكرا ربي، انت حبي انت عشقي انت تاج الراس، بيكي فرحي ليكي كل من بين الناس، اخترتك انت سندي أم عيالي خلاص. اخيرا بيت حلال. ان شاء الله كانه وداني اللحن ما سوداني. اللحن كده كانه ما سوداني. طبعا صراحه اللونيه بتاعتي مختلفه شويتين كده، يعني فيك تقولي ما سوداني بحت، يعني حتى الاغاني المصاحبه في الاعمال الدراميه بتاعتي. يعني الفلسفه في كده شنو؟ انت سوداني لكن الغنى ما سوداني او الايقاع ما سوداني، الكلمات بس سودانيه. لا انا ما اعرف، لكن كل اللي انا بعرفه عن الموسيقى هي الموسيقى لغه في حد ذاتها يعني.
صح؟ دي الحاجة أنا ما عندي خلفية كثيرة عن الموضوع، لكن وخلاف كده أنا حبيت أسلك يعني أسلك طريق مختلف، وأنا عارف إنه ده تحدي كبير. إحنا بنتمنى لك التوفيق عامر إبراهيم، زمن انتهى معك، شكرا جزيلا، نشوفك في استضافة ثانية إن شاء الله بمجموعة من الإبداعات، شكرا جزيلا. طيب إن شاء الله، شكرا، تسلم كثير. شكرا، تسلم كثير. مشاهدينا بعامر إبراهيم نكون وصلنا لختام حلقة 24 قراط، تكلمنا عن حمى الضنك في ترند اليوم، وفي القضية تحدثنا عن مصادرة الكتابات الإبداعية. إن شاء الله نكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم، بكرة فريق عمل جديد من 24 قراط، حتى الملتقى، خالص تحياتي والفريق العامل، في أمان الله.